الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وعدل الله الذين أولوا واختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسب أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وقول للناس خذوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم وأنتم معرضون كتب عليكم القتال وقول لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كفر به والمسجد الحرام وإخراج أمر منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزال يقاتلوا حتى يردوك عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينكم يقتلوا وكافروا أولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألون ماذا ينفقون قل لهم كذلك يبين الله لكم الآيات لكم تتفكرون في الدنيا والآخرة يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير لهم قل إصلاح لهم خير لهم وإن تخاطب إخوان والله يعلم المفسد من المصلح ولا تنكر مشرك حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتكم ولا تنكر مشرك حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آيات للناس لعلهم يتذكرون الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسألونك عن المحيض قل ولا فاعتذروا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصا أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو بشر المؤمنين ولا تجرن عرضة لأيمان أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
آخذكم وقسمت قلوبكم والله غفور رحيم للذي يؤلون النساء تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يقتلن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبغيتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي علينا بالمعروف وللرجالهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان وإمساك بمعروف أو تسليم إحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله وإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما ارتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وإن تولك فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن تولك فلا جناح عليه أن يتراجع إن ظن أن يقيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ولا تمسكوا ذرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله عزوا واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذرون أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أسفر وتهر وما يعلمهم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزق وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والد بولد ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد بسعر تراد منهما ولا تشاقكم وإن طلقتم النساء لا تقلق نفسي إلا عسى لا تضار والد بولد ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد بسعر تراد منه وأن تصارف لا تكلف نفسي إلا وسنا تدار والد بولد ولا مولود له بولدي وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد بسعة تراد منه وتشاور فلا جناح عليه وإن أردتم أن تسترجعوا أولا فلا جناح عليه إذا سلمتم آتيه بمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليه
لأمرن في أنفسنا بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح فيما أردتم به من خطبة النساء أو أقلمتم في أنفسكم علما لأنكم كنتم تختاروا أنفسكم فتاب عليكم وعفاكم. الآن باشروا كتب ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين من خيط العبد من ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تقرضوا لهن قريبا ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متى بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن قريضة فنصف ما فرضتم إلا يأمن يقوى الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا واتقوا حافظوا على الصلوات والصلاه الحسنى قوموا لله قانتين. وان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويزرون ازواج وصيه لازواج متاع الى الحول غير اخراج فإن خرجنا فلا جناح على فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم قلوبا حذر الموت فقال هم لا موت ثم بقي منا لذو فزر على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا من سبيل الله واعلموا أن الناس سميع عليهم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا لا يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بعد بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله وذهب لك نقاتل في سبيل الله قال هل أسمعكم كتب عليكم القتال لا تقاتلوا قالوا ما ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرج من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليكم القتال تولوا إلا قليلا من والوالين الظالمين. وقال له نبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من ولم يؤت سعة من المال قال إن الله سقاه وتمهره قال إن الله عليكم والبسط من الإذن والجسم إنه الغفور الرحيم. فلما قال له إن نبي إن الله ملك قال له إن مليكم. فلما قصرت على تبيجن قال إن الله مرتريكم بنار فلما قصرت على تبيجن قال إن الله مرتريكم قال إن الله مرتريكم بنار إن الله عزيز حكيم. فلما قصرت على تبيجن قال إن الله مرتريكم بنار فلما بصرت على جهود قال إني مبتليك بنار فلما بصرت على جهود إن الذين يزعمون أنهم فلما بصرت على جهود قال إن فلما بصرت على جهود قال إن قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن فلما بصرت طالوت بهجر قال إن الله مبتليكم بنهر فلما بصرت طالوت بهجر قال إني مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يتوب فإن مني إلا من اغترق غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوبوا الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة يوم جالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله لما بصرتوا لوط بالجنود قال فلما بصرتوا لوط بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يتق إلا مني إلا من اغترق غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوبوا الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة يوم جالوت وجنوده
فلما بصروا طارت وجهه عند الله عزيز الحكيم وعزموا باذن الله وقد وضعوا جاروت واتاه الله ملكا واتاه الله ملكا والحكمه والى مما يشاء ولولا تقول الناس بعض ببعض ولكن الله فعزموا باذن الله وقتل داود جاروت واتاه الله ملكا والحكمه والى مما يشاء ولولا تقول الناس بعض ولولا تقول الناس بعض فعزموا باذن الله وقتل داود جاروت واتاه الله ملكا والحكمه والى مما يشاء فلما بسط جاروت بيجبه قال ان الله مبتليكم بنار ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. الله اكبر. سمع الله لمن حمدا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.